السعودية هالمرة مع زوايا المراسلين أيضا، لكن مع هاني صفيان. هاني صبحك الله بالخير. والله يعني أنا مستغرب بأنه أنت قاعد ومبسوط وهذه الابتسامة ودرجات الحرارة تصل إلى قريب الغليان، شلون مستحمل يا أخي حر. الوضع مختلف اليوم يا عادل، صحيح بالفعل. طبعا درجة الحرارة في الرياض أخذها واستراتيجيتها السعودية الخضراء اليوم بدأت تظهر بوادرها ويظهر يعني بداية نجاحاتها في موضوع تشجير اليوم أن تكون السعودية سعودية خضراء، ومن ضمن هذه المشاريع مشاريع في المحميات ومشاريع في المسار الرياضي من خلال عمليات المسطحات أو المناطق أن تكون مسطحات خضراء. طبعا استراتيجية السعودية اليوم هي زراعة أكثر من 10 مليارات شجرة بيكون موجودة في كافة أنحاء السعودية، وبما أن هذه المنطقة تحديدا نتكلم فيها وهي منطقة وادي حنيفة، تخيل درجة الحرارة فيها ما تزيد عن 37 درجة مئوية. جميل جدا، جميل. العاصمة السعودية الرياض وخارج الرياض في المناطق الخضراء تلامس 30 درجة مئوية، لكن خلينا نشوف هذا المشروع وخلينا نتحدث على هذا المشروع عادل، بس كيف كان وكيف صار. هاني قبل ما تروح ضروري كمان ندخل على القصة، هذا أكيد من تأثير الحرارة، القصة الثانية وعودة جريندايزر محبي أفلام كرتون الكلاسيكية، إيش القصة؟ صحيح صحيح. طبعا شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان وهي مسك، طبعا اليوم تعود ب الأنمي الأكثر تشويقاً وهو جريندايزر اللي افتقد الناس قبل 40 سنة. يمكن عادل من لا لا مو ملحق عليك، لا تحاول. لكن جريندايزر اليوم بدأ عملية اللي راح يطلق بشكل رسمي وفي شاشات العرض في العام المقبل 2024، ولكن بدأ إطلاقه بشكل فعلي وبإمكانه مشاهدته في بوليفارد اليوم اللي هو يكون بداية إطلاقه، وبإمكانك مشاهدته. وراح يكون بعد هذا الأمر راح يكون في منصات التواصل الاجتماعي. طبعا من اليوم شركة اليوم مسك أو شركة مانجا اليوم تطمح بأن تكون ليس فقط شخصية جريندايزر اللي افتقدناها من 40 سنة تقريبا، ولكن أيضا من الشخصيات الكرتونية والأنمي اللي تعود فيها في الساحة سواء لجريندايزر أو غير جريندايزر. نبي كابتن ماجد عاد بعد ولا ما سنشيرو ما عاد ما عاد أي والله يلا. أبغى وسنشيرو سنشيرو سنشيرو أنا أبغى. شكرا جزيلا لك هاني صفيان، يعطيك العافية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.